مبروك ومبارك لمنتخبنا الوطني. لحظات كانت صعبه جدا لكن كان عندنا امل كبير جدا في منتخبنا الوطني. حابب تقول لي في اللحظات دي لكل جمهور مصر وكل منتخبنا الوطني؟ اقول الحمد لله، الحمد لله، ربنا وفقنا وربنا كرمنا، ولابد من اعاده الحسابات كلها تاني. الفرقه كويسه، الكونغو لعبت ماتش عمرها، الحمد لله ان احنا استريحنا بدل ما نستنى ماتش تاني. طبعا اعصابنا كانت خلصت بعد الجون التعادل، انما الحمد لله انا اعتقد انه خطوه موفقه، وان شاء الله بالتوفيق لمصر دايما يا رب وعقبال للنادي الاهلي. دموع غاليه كده محمود بيه، لكن دي كان حاجه بسيطه. منتخبنا الوطني بقاله سنين كتيره جدا ما وصلش، لكن كل الفرحه دي بتنسينا اكيد النهارده. طبعا الحمد لله حاجه جميله جدا، والبلد محتاجه.